في اللحظة الحرجة أنت مطالب بالرجوع إلى ما تعلمته في مرحلة سابقة، ويعتمد نجاحك على اختيار التوقيت المناسب والتنفيذ بالإتقان والقوة اللازمين. فأنت ترى أبعد مما تراه عيناك هو تعبير عن روح رياضة الكونغ فو. روان، اتخذنا قرارا جماعيا بدخول المعركة ضد العصابة. اطمئنوا، سنقف إلى جانبكم حتى النهاية، أليس كذلك سامبي؟ روان، سيقضى علينا بالتأكيد، لن نستطيع مجاراتهم، إنهم متوحشون. كيف تقول هذا؟ يا لك من شبان. خذ، تحرك بسرعة. مستعدون لملاقاتهم؟ الآن سنحمي البوابة الخلفية، انتبها، لنذهب الآن. هيا بنا. اسمعوا ما سأقول، الجميع يعرفون من هو سيليو. لقد ألحقتم العار بعصابتنا بعد هزيمتكم لأخي الصغير هارتي، لذا ستدفعون الثمن غاليا. هيا تشجعوا. من هو الذي هزم أخي هارتي؟ سأقضي عليه الآن. أنا هو. تبا، الويل لك. أيها الزعيم، وقفوا. الزعيم رايلي.
يا لضعفك خذوه. أيها الصبي تعال وقاتلني وحدك، فإذا هزمتني أعدك بأن نفك حصارنا عن القرية. ماذا قلت؟ سامبي، سأقبل التحدي. إنهم يدبرون فخا لك يا سامبي. سيرتفع عدد الضحايا إذا استمر القتال، سوف أجازف. ولكن أعتقد أنه سيكون حلا مناسبا إذا تصدى لهم بمفرده. روان، أليس هذا رأي الجميع؟ هل يجرؤ أحدكم على تكرار هذا الكلام ثانية؟ كفى. ساندي اطمئني يا مايرين، سأكون في قتالي على ما يرام. ساندي لن ننجو بأي حال، ولذلك سأخرج إليه وأقاتله. تعجبني جرأتك. هل ستفي بوعدك بمغادرة القرية إذا خسرت؟ أعدك. انظروا، إنه رايلي أحد زعماء العصابة الثلاثة. رايلي، هل أنت مستعد؟ هذا كل شيء؟ حسنا، لا تبالغ في تفاؤلك. أعتقد أن هذه ضربة الشعاع القاتل. تبدو ضربة سهلة، ولكنها تسبب صدمة مهلكة لأعضاء الجسم الداخلية. سامبي! سامبي! لم تروا شيئا أن سيدي. ماذا؟ ما قصده من هذه الحركة؟ انتظر قليلا لكي تعرف الجواب. أهلا. أيها الولد، قل لجميع أهالي القرية أن هذا سيكون يومهم الأخير. الليلة فقط، وسأعود غدا لكي أبيد الجميع عن بكرة أبيهم. سيعاني هذا الصبي الصغير الأمرين هذه الليلة، وسيلاقي بقية سكان القرية المصير نفسه أيضا. أتمتع بهزيمة من يتملكهم الرعب من بطشي. أصيبت أحشاؤه إصابة بالغة، ستكون ليلة قاسية عليه. سامبي، لماذا
لماذا ألقيتم العصي؟ لن نعود إلى القتال مرة ثانية. ماذا؟ نخشى أن يصيبنا ما لاحق بسامبي إذا قاومناهم. أجل، فالوقوف في وجههم يعد تهورا. روان، تبا للضعفاء والجبناء. يجب ألا تلقي اللوم عليه يا صغيرتي. في الحقيقة إن راوان ليس من مواليد هذه القرية، بل ينتمي إلى قرية أخرى قتل أهلها على يد عصابة اللهب الأسود في إحدى المعارك، ولم ينجو إلا راوان الذي كان صغيرا أنذاك. كانت صدمة عنيفة فطرت قلبه حزنا. هكذا إذن؟ ولكن أهالي القرية لن يشاركوا في القتال هذه المرة. سوف نتدبر الأمر. سأكون إلى جانبكما. ما تزالين صغيرة. ستتهم طعام القرية بأكملها بهذه الطريقة. دعيني وشاني، سأكل الكمية التي أريد قبل أن أقتل غدا. صحيح، ماذا لو نفذت العصابة تهديدها؟ أنا حزينة جدا لأن روكاي ليس هنا. ما اسمك؟ راني. وأنا لن أفرط بهذه الوردة بأي حال. يجب أن أفعل شيئا ما، ولكنني أشعر بالعجز. انظر يا سامبي، إن تساقط قطرات الماء قطرة قطرة يحدث حفرة كهذه مع مرور السنين. التركيز الشديد مدرسة لمقاتلي الكونفو. ماذا تعني أيها المعلم؟ تتشكل الحفرة نتيجة لسقوط الماء على مكان واحد، أي أن قوة الماء تتركز في مكان واحد. تتركز في مكان واحد؟ سأعطيك مثالا. بإصبع واحدة؟ ما تزال في أول الطريق. تركيز القوة على نقطة واحدة هو السبيل الوحيد لمواجهته. بإصبع واحدة. كل ما بوسعي أن أفعله الآن هو تدريب أصابعي. Thank you.
لقد نجحت أخيرا. ها قد جاء الصباح أخيرا. إنها الساعات الأخيرة لقريتنا. لحظة مفاتي طاعة. سالفي، كان يجب أن تبقى في فراشك. سأهزمه هذه المرة. ولكن لم تشفى بعد. لا، سترون ما سأفعل. سامبي. ما زلت تستطيع الحركة؟ أنا مستعد لك. حسنا، سأهشم رأسك كما فعلت البارحة بالبطيخة. هل أنت مستعد للموت الآن؟ الطريقة الوحيدة لصد ضربة شعاع القاتل هي التركيز على النقطتين القاتلتين في كتفيه لإيقاف حركة يديه. هل أنت مستعد؟ الآن. كيف استطاع أن يهزمه بهذه السرعة يا رابسو؟ لقد ركز قوة أصابعه على النقطتين القاتلتين في كتفي رايلي، لن يستطيع استخدام يديه ثانية. أين هي ضربة شعاعك القاتل؟ لا تقلل من شأني. كنت قويا ولكنك أخطأت الهدف. الشعاع القاتل. هيا يا رجال لندافع عن قريتنا. أبطال هجوم، هيا اسحقوهم جميعا. لا تتحرك. من؟ إنه روكاي. سيدي ريكو، ألقوا أسلحتكم وإلا فستواجهون رجال مدرسة الكونفو. يا إلهي، هيا نهرب.
حسنا ألقوا أسلحتكم. ساندي وهكذا انتهت محنة قرية سوكي على يد سامبي ورفاقه ومؤازرة من أهالي القرية في اللحظة الأخيرة. وقد كانت مواجهة عنيفة استخدمت فيها قدرات غير عادية للتخلص من عدو شرس وعنيد.